انت ايه رايك في انه كابتن ايمن عبد العزيز بيشتكي من التجاهل، يعني كانه موجود فرد عين كده، يعني ايه الكلام ده؟ لا بص، انا يعني انا مبدئيا شهادتي مجروحه، مش هينفع اتكلم في النقطه دي. انا كنت موجود في الجهاز قبل كده، وكنت حتى ممكن في الاسماء اللي كانت موجوده او بتتداول الفتره كان الاخيره. اسمك من ضمن الاسماء اللي بتتداول بس يعني. انا بتكلم، هو اكيد الراجل ليه شروط في الراجل اللي يكون موجود، طالما توافق الراجل عليه الموجود ارتضى بيها فده امر طبيعي. طالما موجود خلاص كابتن ايمن انضم، المفترض ان الراجل وافق. لا يعني لو الراجل حاطط شروط زي ما هم قالوا ان الشروط 1 2 3، يعني هل ممكن ينضم غصب عنه؟ مش غصب عنه. هو الراجل بيتكلم في نقطة حاجات كانت معلنة عامة، ان هو اي حد هيدخل على الجهاز بتاعه ادواره هتبقى قليلة. هو الراجل معتمد على الجهاز، اي حد هيدخل هيبقى اكنها فترة معايشة للمدرب ان هو يتعلم من خلال المنتخب. فهي دي النقطة. فطالما انت كراجل ارتضيت بالوضع ده اكيد خلاص يعني لو كانت اتعرض عليك كنت هتوافق انت؟ بالوضع ده. لا مش حكاية حاجة، بس يعني انا ما اشتغلت 2.5 سنين في النادي الاهلي في الفريق الاول، مش في القطاع حتى، اشتغلت 2.5 سنين في انك منتخب مصر. منتخب مصر يعني فانت يعني انا عندي وجهة نظر ممكن تكون مختلفة عن ناس كتيرة جدا. يعني انا هتقالك هتبقى موجود يعني مالكش انا صلاحيات لا، تبقى هي مش حكاية كده. يعني ما بتاخد خطوة ما بتدور على ترجعهاش الخطوة ما اللي ترجعهاش بتخط بتدور بتاخد على خطوة الخطوة الأكبر تمام، شوية. يعني ما كنتش هتوافق يعني حتى أنا اتعرض عليا مدرب عام في أندية كتير في الدوري خلال الفترة الأخيرة، بس أنا شايف إن هي لا رفضت مش خطوة هتبقى مميزة بالنسبة لي. ممكن أقعد حتى لو فترة مع مدرب كبير، حتى لو مع مدرب مدرب أجنبي. أجنبي كبير ممكن، إنما مدربين مصريين أنا خلاص يعني مش حكاية عديت المرحلة دي. أنت كل واحد بيبقى عنده طموح إن هو يعدي. مريت ب5 سنين، أنا شايف إن هي كافية جدا انك إن تبقى أنت مدير تبقى فني خلاص في الدوري. يعني ما وخصوصا إن إحنا الدوري بتاعنا يعني مش يعني مش المجهد قوي أو المتعب قوي أو الصعب قوي. هي بس مسألة إن الناس كلها معتمدة إن هي بتاخد يعني بيلعب على المضمون بمعنى أصح. يعني انا فرقه هتنزل او فرقه بتنافس على الهبوط فهجيب حد من مضمون يقعدني خلاص. طب مش عايز متحدث رسمي؟ فبس فهي نقطه ايمن، يعني ايمن من الناس الكويسه جدا بس ومن انت الناس. كنتش تقبل المنصب بالشكل اللي بيقال دلوقتي. انا مش عايز ادخل في ان انا لا مش تخليق من كابتن ايمن، لان انا لا ده ايمن، هو نفسه بيشكو، ده هو لان نفسه انا كابتن ايمن، ما يعني يعني عمال نكتشف بعد المعسكر ده كابتن ايمن لان بيعتزل. انا عايز اقول ممكن ده يحصل. شهاده لايمن. انا ايمن عبد العزيز اتعاملت معاه في تركيا، رحت لعبت معاه في نفس النادي الترابزون اللي بيلعب فيه تريزيجيه تريزيجيه دلوقتي ست دلوقتي. شهور من افضل الناس اللي اتعاملت معاه جوه الملعب وبره الملعب. واحد وقف معايا وقفه كبيره جدا. فانا يعني حتى لو عايز اقول تصريح عمري ما اقوله، عشان انا في علاقه جيده جدا مع واكبر ايمن. منك كابتن ايمن صح؟ اكبر مني بسنتين. اوكي اوكي طب لكن اقصد اقول يعني هو الكابتن ايمن في الاخر راجل عنده طموح يبقى موجود في جهاز فني المنتخب، وربما لا تعجبه التجربه، يعني ممكن نكتشف بعد المعسكر راجل بيعتذر، لانه لو في الاخر ما خدش حتى احساسه بشغله ما لهاش هو لازمه، يعني الراجل ما هو اكبر كمان المدير منه الفني، واتحط مجتمع يعني. حاطط حاجات، فطالما ما هو ده برضه وافقت شرط، عليها ما هو خلاص. كابتن سيد ما هو ده شرط تعجيل، يعني اللي هيجي ملوش لازمه، يعني معناه انك مش عايز. هو الراجل معتمد ان هو معاه جهاز كامل. ما احنا مش كامل ولا حاجه، احنا اكتشفنا مفيش معد بدني. لا معاه اكيد. لا ما لا ينفعش. ده جابوا الراجل اللي كان مع كابتن عماد النحاس في الاتحاد السكندري وفي المقاولين بتاع الخماسي، اسمه ايه كابتن ايه يا جماعه؟ كابتن عبد الرحمن عيسى. لا اكيد مساعد، مش لا 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 معد بدني. يعني والله هو الراجل مش هيبقى راضي بمدرب والله ما معاه ومش معد. جايب معاه مدرب. ده احنا اصل اتفاجئنا لا بالقصه دي. ما مفيش مدرب دلوقتي ما بقوش معد بدني. طب والله كده اي مدرب لازم يبقى معاه معد بدني، يعني هاتوا لنا يا جماعه وشغال معاه من فتره. يعني هو حتى ما ينفعش يجيب معد بدني ما اشتغلش معاه. طب ايه رايك اي بقى انه ما مدرب بتبقى صعبه، يعني لازم يكون يتعامل، لان ده الراجل اللي بيساعده بشكل اكبر جوه هم قالوا الملعب. له